القرار الاثيوبي النهارده على لسان رئيسة اثيوبيا بتوليد الكهرباء بعد 12 شهرا من الان، ماذا يعني هذا الكلام؟ هو برضو عبارة عن جزء من اولا رسالة للداخل، ده جزء مهم. ثاني حاجة من بره ان احنا ماشيين على خطانا ومش هنغير خططنا نتيجة طلباتكم، وان المفروض الحقيقة في هذه المرحلة ان يكون الرد الرسمي ليس من مصر فقط او السودان، ولكن من المجتمع الدولي. احنا النهاردة بقى بنخش في بلطجة دولية، ولازم المجتمع الدولي بكافة اطيافه ان يبقى ليهم الحقيقة تدخل بشكل او باخر، بحيث يمنعوا تصعيد هذا الامر. ان الامر ده ممكن يعمل مشاكل كبيرة جدا امنية في المنطقة اكثر مما من المشاكل الموجودة حاليا. المجتمع الدولي يعمل ايه؟ المجتمع الدولي سيادة الوزير، ايه اللي على المجتمع الدولي مسؤوليته النهاردة في بعد هذا الاعلان من جانب رئيسة اثيوبيا؟ المجتمع الدولي قبل كده عمل حقيقة، ويعني مثلا في مجلس الامن طالب ان ما يتمش الملء الا بعد عقد اتفاق، ومارت اثيوبيا المرحلة الاولى، والولايات المتحدة الامريكية كأحد الدول العظمى وقعت بعض العقوبات، ولكن الحقيقه المفروض ده ان يبقى في عقوبات دوليه او انذار دولي ان لو تم الكلام ده حقيقه سواء عن طريق مجلس الامن او الاتحاد الافريقي ان يتم توقيع عقوبات مباشره وتحديد هذه العقوبات مقدما يعني. فده اللي احنا المفروض نسعى عليه سواء جمهوريه مصر العربيه او السودان او الاثنين معا خلال مجلس الامن او الاتحاد الافريقي. نعم. لان احنا كده معناها اسمها يعني احنا بنتكلم عباره عن محاور طرشان، يعني احنا مهما نتحدث مفيش فايده، والناس مصممه على توجهاتها، والتوجهات دي ممكن تؤثر بشكل كبير جدا على استقرار المنطقه. ايه الحلول اللي قدامنا؟ ايه السيناريوهات المتوقعه او المحتمله في التعامل مع هذا الامر وهذا التحرك اليوم؟ ونقدر نقول ايه السيناريوهات المحببه اللي احنا بنبحث عنها؟ اللي هو التفاوض البناء. التفاوض البناء الحقيقه اللي هو اصلا خالص اتفق مع الاتحاد الافريقي مع مصر على قيامه في اتجاهين متوازيين. اول اتجاه تحديد اتفاقيه سريعه لملء السد وتشغيله بما لا يحدث اضرار لمصر وبما يعظم الفائده المطلوبه للجانب الاثيوبي والتنميه الاثيوبيه المطلوبه. الشق الثاني اللي هو التعاون طويل المدى على مستوى حوض النيل الشرقي كله اللي هي مصر والسودان واثيوبيا، وقد تنضم ليها اريتريا وجنوب السودان ودول شريكه ايضا، للتعاون والتنميه وحل مشاكل المستقبليه اللي ممكن تنجو في هذه المنطقه لتعظيم الاستفاده بموارد المياه، وايضا الربط الكهربائي. يعني الربط الكهربائي عشان ينجح اهدافه الماديه اللي اثيوبيا تطمع فيها يجب تعاون مصر بشكل اساسي. نعم. وده في نفس الوقت برضو لما ندخل دول اخرى ممكن اول الربط دوت يصل لهذه الدول الاخرى، ممكن تبقى اثيوبيا مصدر للطاقه، ولا مانع لدينا بشان هذا الامر الا حاجه واحده بس ما تاثرش على حياه شعبنا. انما هم يولدوا الطاقه ينموا اثيوبيا واحنا ايدينا معاهم ونساعدهم كمان، ولكن بدون احداث ضرر بالشعب المصري. هو ده الهدف الرئيسي والمعوق الرئيسي والشرط الرئيسي لمصر في اي مفاوضات. هل وارد اللجوء للتحكيم ولا مش دلوقتي؟ والله يا فندم هو حسب تفاقم المشكله. انا كان عندي امل كان ان يبقى في تعقل اثيوبي في هذه المرحله، ولاحظت حتى ان الخطاب الاثيوبي تحسن كثيرا خلال الشهر الماضي، ولكن للاسف الشديد بيفاجئونا دايما بتصرفاتهم بحيث ان احنا املنا كلها بتتبخر. انا كان هدفي الحقيقه واملي ان تبدا مباحثات بناءه وعلى المصارين اللي انا بتكلم عليهم قصير الاجل وطويل الاجل، ونقدر نوصل لحلول ترضي الشعبين وتحافظ على حقوق الجميع يعني. ولكن مثل هذه التصريحات اللي ملهاش اي لازمه بتطلع وبترجع العجله للناس كلها ورا، وفي نفس الوقت كمان بتحبط الاتحاد الافريقي عن اتخاذ اي اجراءات دافعه لاجراء المفاوضات. هل الاتحاد الافريقي فشل؟ نقدر نقول فشل الاتحاد الافريقي في حل هذا الموضوع او هذه الازمه بشكل واضح؟ ما
احنا لجأنا للاتحاد الافريقي وساعدنا الاتحاد الافريقي وكان لنا طلبات من يعني الاتحاد الافريقي قال سيبوا الموضوع عليا للمجتمع الدولي. الاتحاد الافريقي اهو النهارده ما وصلش لاي حل. من الواضح تماما ان هو يعني لا فشل القوه اللازمه والوسائل اللازمه للانجاح. ولكن انا خايف منه ان ممكن يصدر قرار ان مش اثيوبيا لوحدها هي سبب العطله ولكن مصر كمان والسودان، فيبقى العمليه مش عمليه بس فشل في اداره المفاوضات ولكن ايضا تحميل جزء المسؤوليه لمصر والسودان، وده يبقى في تعاون بقى مباشر ما بين الاتحاد الافريقي واثيوبيا، لان هي باينه خالص ان في تعنت اثيوبي في هذا الامر. تعنت. فانا اعتقد طبعا باين خالص انها رافضه كل الوسائل. فيعني مثلا النهارده كنت انا لسه بنتناقش في مؤتمر في التعاملات الخارجيه مع كندا، وكنا بنتكلم ان ضروري يبقى في حاجه اسمها ميديشن، بدخل طرف دولي يقدر يساعد، يعني ياخد هنا شويه هنا شويه بحيث ان هو يقدر يساعد الدول الثلاثه على التفاهم. فكان الرد من معظم الخبراء الحاضرين، طب مصر حاولت الكلام، قالت روسيا، قالت لا، امريكا قالت لا، البنك الدولي قالت لا. طب هنجيب منين يعني؟ المجتمع الدولي بقى لازم يفرض كلمته على اثيوبيا عشان يبقى في مجال جدي للتحرك، والا هيبقى في خطر رسمي على مصر اذا سمحنا باستمرار هذا المنشا بدون الرقابه الدوليه بدون اتفاق ملزم، وده في حد ذاته هيبقى خطر جدا على المنطقه كلها. لو سياده الوزير مستبعد التحكيم الدولي، ولا ده مش في صالح، او يعني ممكن ياخد وقت وسنوات وبالتالي الموضوع هيضيع في مع التحكيم الدولي؟ لا، هو ده طبعا ممكن جدا، ممكن عن طريق حاجتين. اما مصر تلجا لاخذ فتوى من محكمه العدل الدوليه، ودي ممكن تاخذ بعض الوقت، لكن مش لازم انها نقف عندها، يعني نكون نتحرك ايضا بالتوازي في مسارات مختلفه، او المجلس الامن يحيل الامر كله الى محكمه العدل الدوليه مع قرار بعدم اتخاذ اي قرار فردي او وقف المنشات لغايه لما يتم حل هذه المشكله. هل الافضل النهارده السيناريو بالنسبه لنا الافضل نلجا مره اخرى لمجلس الامن، لانه القضيه مطروحه على مجلس الامن، على اجنده مجلس الامن، هل النهارده مطلوب ان احنا نسارع في هذا الامر بعد الاعلان الاثيوبي اليوم؟ والله يا فندم انا شايف الحقيقه دلوقتي احنا مع الاتحاد الافريقي، فالمفروض ان ده في الاتحاد الافريقي او يكون في تليفون مباشر ما بين السيد الرئيس وما بين رئيس جنوب افريقيا، الوضع 1 2 3، وان اثيوبيا اعلنت الكلام ده معناها عدم احترام لاي اتفاقيات او التزامات سواء انتوا طلبتوها او البنك الدولي او الدول المتفاوضه. فهل تقدروا تاخدوا موقف ملزم لاثيوبيا ام لا؟ الاتحاد الافريقي قال لا ما نقدرش ناخد موقف ملزم، طيب نروح للمنظمه اللي ممكن تاخد قرار ملزم لاثيوبيا. يعني حاجة تقول ان احنا نبدا الاول مع رئاسه الاتحاد الافريقي، ما حلوش نروح تاني مره اخرى المجلس الامن والمجتمع الدولي. ونطالبهم بقى ان حالتها المجلس الامن نتيجه لعدم قدره الاتحاد الافريقي على اتخاذ القرار المناسب لالزام اثيوبيا باحترام التفاوض ومخرجاته. المفاوضات وقفت فين؟ يعني نقطه اللي وقفنا عندها فين؟ للاسف